اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده، وكالعاده برضه قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه، متشكرين والله يا شباب. حلقه النهارده كده ان شاء الله عن سفيان بوفال، لعيب مغربي يا معلم من احسن المراوغين في العالم. ايوه يا معلم اسمع اللي بقولك عليه، من احسن المراوغين في العالم. اللعيب يا معلم بيمسك الكره برأس واحد واثنين وثلاثه واربعه عادي، ما عندوش مشكله. فبقى الفيديو ده يا معلم مخصص ليه هو بالذات في ترئيس اللاعبين. عادي يعني هتشوف لعيبه تتهزق كتير مفيش مشكله، بس اهم حاجه يعني احنا نتفرج ونستمتع بالراجل. فخلينا بقى يا معلم نخش في فيديو سريع. بس طبعا قبل ما نبدا ما تنساش ان انت تعمل لايك. اتحداكم يا جدعان لو وصلتوا لي الفيديو دوت بس ال 2000 لايك. طبعا ما تنسوش تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم سفيان بوفال نيمار العرب حرفيا كده. اتفرج على تشوف مش نيمار كمان، ده عدى كل حاجه انت ممكن تتخيلها في الكوره. طبعا مش هاكد عليك بقى تنزل تعمل لايك جميل كده منك يعني. خلاص دخلت في فيديو فانزل اعمل لايك. اتفرج على نيمار العرب بجد بجد. ايه ده بيعمل حاجات نيمار ما بيعملهاش اهو يا معلم. اوف 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 من اولها كباري يا جدعان. احنا لسه بنسخن مع الراجل، لسه بنسخن مع الراجل من اولها كباري كده. ايه لا ما ينفعش يا جدعان. تعالى يا معلم تعالى. سهله جدا. بص الكره بسيطه قوي بالنسبه لي، بسيطه قوي يا ولد. تعالى بس تغيير اتجاهات فنتات سرعه مهارات كل حاجه بيعملها، مش تلاقي حاجه ما بيعملهاش. تعالى يا باشا تعالى انت كمان. مين ده؟ اوف 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 الاثنين عادي. يا لا 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 كوبري وحش. تعالى يا معلم يا ولد. ده عنده غير اتجاهاته في ثانيه الا ثانيه، سريع حريف قوي كل حاجه انت ممكن تتخيلها في اللعيب ده. يا عيني سفيان يا ولد يا ولد. اين هو ده. تعالى بس تعالى يا معلم. يا عيني يا جماعه ده بيذل اللعيبه اللي بتلعب قدامه، والله العظيم بيذلهم. بص بيعمل ايه يعني، انا مش عارف اقول ايه بصراحه. تعالى يا معلم انت كمان. راح فين؟ اوف اوف اوف. لا 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 كده كتير وربنا كده كتير. اللي بيعمله ده حرام في الناس. يا جماعه حريف بطريقه غير عاديه بجد. تعالى يا معلم انت كمان. تعالى بقصه في حته في ربع سنتي. تعالى يا معلم تعالى عشان ما تخش عليه جامد. هتخش جامد هتترقص، هتقف له برضه هترقص، كل حاجه هترقص يعني. ما لهوش مله بصراحه. بص بيعمل ايه في الناس. بص بيعمل ايه يا جدعان. تعالى يا معلم الاولاني والتاني. اسست ابي اديك اسست ولا خدها جول. تعالى يا معلم تعالى التاني والتالت والرابع. اوف 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 دخل في وحش قوي، دخل في دخله وحش الواد ابو غل. يا لهوي على غل يا جدعان. بيرقص بريموت كنترول. بص بيعمل ايه في الناس، والله بيرقص بريموت كنترول يا ولد. اوف اوف اوف. لا 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 انا اتثبت معاهم والله، انا اتثبت معاهم. يا عيني تعالى يا معلم انت كمان. لا 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 قعد الواد قعد. ويلفر زاه ده ولا ايه؟ اوعى تقول لي هو. ها اوعى تقول لي هو، ازعل والله. ده اللعيب بجد مستواه خرافي خيالي. اوف اوف. لا 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 اوعى الكوبري ده. يا اوعى الكوبري اللي فات. تعالى يا معلم انت كمان. تعالى يا باشا التلاته. بص التلاته حواليه، التلاته حواليه، ثلاثة. بقول لك يا معلم هياخد كورة ورقص التاني والتالت والرابع وكل حاجة، ما عندوش مشكلة. بص بيعمل ايه في الناس.
بص بص الوقع ده هيقع تاني. تعال يا معلم تعال ونام كده واصحى وخليك براحتك يعني. كمل نومك يا ولد. يا عيني تعال يا معلم انت كمان. بس بحسه بيزودها زياده عن اللزوم وكده هيتصاب يا جدعان والله. ما انك تزودها زياده عن اللزوم ديت غلط. نظام باريس ده ولا ايه؟ نظام باريس. لا 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 حرام عليك يا جدع حرام عليك. كفايه تعذيب الناس كفايه حرام عليك. ده بص ماركينيوس ماركينيوس وفيراتي وسيرجيو اوريه الثلاثه. ايه ده؟ ايه ده؟ فهمني بيعمل كده ازاي؟ انا مش فاهم. قدام باريس برضو. انا شكله كان مهزة بي اس جي يا جدعان بجد. الراجل ده هيتخطف كده في انديه كبيره يا جدعان والله العظيم. اوف اوف اوف. لا 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 يا ساتر يا ساتر على الكباري اللي بيديها العيال. يا ساتر يا ساتر على الكباري والله. تعالى يا معلم راكيتيتش. اوف اوف مين اللي نام ده؟ وبوسكيتس بعديه. تعالى يا معلم انت كمان تعالى. سوفيان. بص نيمار نيمار العرب نيمار بجد. تعال بص نعمل في الناس غريب الكرة برجليه كنافة خالص كده ما تفهمش. اسيست جميل جميل قوي 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 مع منتخب المغرب. قدام الافارقة يا باشا عادي ما بيهموش. بس معلش الافارقة دول ما بيهزروش يا جدعان. يخش هيخش في الدخلة هنختار له الكورة. بص ارسنال يا كده ده الكورة جيب جون. ضيعتها ازاي يا مغفل. انا بصراحة قاعد مستمتع بالراجل جدا. انا مش عارف مش عارف اقول لكم ايه تاني. يا ولد يا ولد يا جدعان حريف قوي بجد بجد حريف لدرجة انت ما تعرفش بيعمل كده ازاي. في وسط التلاتة اوف 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 يا ساتر على الكباري يا ساتر على الكباري اللي بيديها للناس. لعيب زي ده ليه ما لعبش فرق كبيرة فهموني بقى. انتوا فهموني تحت كده واكتبوا لي. يا ساتر على الناس يا ساتر على الناس. بص كان مهزة ارسنال تقريبا يعني عدى ارسنال خاف يخش عليه. اوف 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 ايه يا عم ده؟ يا عم الراجل ده جاي منهم منين؟ الراجل ده برازيلي برازيلي مش عربي مش مغربي مش عارف. مغاربة بصراحة فيهم مواهب أسطورية عالمية بجد. يا جدعان بصوا طبعا من أحسن مراوغين في العالم وكان معاه عادل تعربط. بصراحة عادل تعربط كان أسطورة مراوغات وكباري كان أخصائي في الكباري زي ما ده كده برضو أخصائي طريق. يا ساتر يا ساتر على الكباري اللي بيديها للناس. أوف 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 تعالى يا معلم اقع اقع كده اقع عشان ايه؟ تحرم تخش عليه بسرعه. الواد دخ منه والله العظيم الواد ده والله الواد دخ منه يا اخي. قدام اتلتيكو مدريد كمان ده انت مش راحم بقى انت مش راحم يا اخي. بيعمل ايه؟ ايه ده؟ اوف اوف لا 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 كوبري وحش. اي 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 على كوبري اي على كوبري. اوف 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 يا جدعان على الكباري اللي بيديها للناس. تعالى يا معلم اوف اوف جاي زحف الناس بتزحف عادي ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة خلي الناس تزحف. انا مش فاهم يا جدعان انا تعبت مع الراجل ده بصراحه بصراحه. انا بص بيعمل ايه في الثلاثه يا جدعان. بصوا يا جدعان يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر على اللي بيعمله في الناس. اربعه حواليه يا جدعان اربعه حواليه ومش عارفين ياخدوا منه الكوره.
شغال تهزيق بس في اللعيب، بيزن كل اللاعبين اللي بيلعبوا قدام. بص بص اترقص فين؟ اترقص من ربع سنتي وربنا في ربع سنتي. يا لهوي يا جدعان على الراجل بيعمله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بابا 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 ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا قاعد مصدوم بس، انا زي زيكم، انا قاعد بس اتفرج كده خلاص كفايه كده. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، واخد كوبري وقف، خدوا الكوبري جاله صداع وقف، قال لك انا مش هجري وراه تاني، لو جريت وراه بقل من نفسي. يا ابني شوف بقى شوف بقى، حرام عليك جبت هنا انت عدلت ار2. الواحد هينام منه ولا ايه؟ هيلعبها كفاني وفراتي ارحمهم بقى كفايه عليك. تعالى يا معلم كفاني شد هنا، هو ده، بص هو اللي بيغير اتجاهاته ويرقص كده في ثانيه الا ثانيه. معلش انا بصراحه انا بقول انا تعبت كفايه كده معايا، يعني انا بقول كفايه كده صح ولا مش شايفين يعني؟ بس كفايه كده بقى، بس بقى يا معلم وكده تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام عليكم.